بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا اللقاء الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. وضعف مثوبتكم، نستأنف ما توقفنا عنده في باب المواقيت. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غلس بالصبح يعني صلى صلاة الصبح وهي الفجر بغلس، يعني بظلام من الليل. هذا في مرة. والمرة الثانية أسفر بها يعني انتظر حتى ظهر ضوء النهار بوضوح، ليبين صلى الله عليه وسلم جواز الأمرين، وأن صلاة الفجر عند طلوع الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر، فإن شاء صلاها في أول وقتها وهذا أفضل، وإن شاء أخرها إلى أن يسفر الفجر في آخر الإسفار. كلا الأمرين جائز. فهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة أنه يجوز الأمران، أن تصلى بغلس يعني مع بقاء ظلام الليل، وأن تؤخر حتى يسفر الفجر جدا. ولكن الأمر المستمر منه صلى الله عليه وسلم أنه يصليها بغلس. نعم. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون. قال ابن عبد البر الإمام الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر النمري رحمه الله أنه ذكر أن الصحابة أبو بكر وعمر أنهم كانوا يغلسون، يعني يصلون الفجر بغلس، يعني يبكرون بها في أول وقتها، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها. نعم. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. نعم. يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان، ثم لما فرغوا من سحورهم قاموا إلى الصلاة. سأله الراوي عنه كم بينهما، يعني السحور وإقامة الصلاة، قال: قدر 50 آية، يعني بقدر ما يقرأ 50 آية من القرآن. كانوا يقدرون بالقرآن، قراءة القرآن، لأنهم كانوا يعتنون بتلاوة القرآن، فهم يقدرون بقراءة الآيات. نعم.
وعن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، ولمسلم قبل وقتها بغلس. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يصلي الصلاة في آخر وقتها المختار، إلا في موضعين كان يبكر بالصلاة، ففي جمع يعني مزدلفة، ليلة مزدلفة قدم العشاء وصلاها بعد صلاة المغرب جمع تقديم، من أجل أن يستريح بعد الوقوف بعرفة وبعد الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، يستريح ويستريح معه الحجاج. فكان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم. وفي عرفة قبل وقت الوقوف كان يقدم العصر ويصليها مع الظهر جمع تقديم، لأجل يتصل الوقوف بعرفة. نعم. والفجر قبل ميقاتها جمع. الفجر قبل ميقاتها يعني كان يبكر بها في أول وقتها، ليس معناه أنه يصليها قبل وقتها، وإنما معناه قبل ميقاتها المعتاد منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الفجر حتى يسفر، ويعرف الرجل من بجانبه، إلا في جمع فإنه صلاها، صلى الفجر في أول وقتها بغلس، يعني مع بقاء ظلام الليل، من أجل أن يتصل الوقوف بمزدلفة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر في مزدلفة ذهب إلى المشعر، جبل المشعر، ووقف عليه ودعا إلى أن يسفر جدا قبيل طلوع الشمس، ثم يفيض إلى منى. نعم. وللبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. نعم، كما سبق لأنه صلى الله عليه وسلم أخر لما دفع من عرفة، أخر صلاة العشاء، فأخر صلاة المغرب حتى وصل إلى مزدلفة، وصلاهما جمعا، أخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء حتى وصل إلى مزدلفة، من أجل أن يتصل السير، ولم يصلها في الطريق، فجمعها مع العشاء جمع تأخير. نعم. وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر يعني أخروها عن أول وقتها حتى يظهر السفر طلوع الفجر، هذا فيه دليل على أن الأفضل في الفجر أن تؤخر إلى أن يتبين ضوء النهار من ظلام الليل. نعم. إنه أعظم للأجر. فإن هذا الإسفار أعظم للأجر. إنه أعظم لأجوركم، يعني تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها أعظم للأجر. وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح،
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا بيان لآخر الوقت في العصر وآخر الوقت في الفجر، أن آخر الوقت في العصر إلى أن تغرب الشمس هذا آخره، فدل على أن صلاة العصر يبدأ وقتها من مساواة الشاخص لظله إلى غروب الشمس، وهو ينقسم إلى قسمين: وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، هذا كله وقت اختيار، وقت الضرورة من اصفرارها إلى أن تغرب. نعم، المراد بالإتمام أحسن الله إليكم فليتم صلاته، يعني ولو يعني إذا بدأها في الوقت يتمها ولو في بعد خروج وقتها بالدخول في الوقت الصلاة التي بعدها. العبرة بتكبيرة الإحرام، إذا أدرك صلاة آخر الوقت بتكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت، نعم، فليكملها من الوقت الذي بعدها. نعم. وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. نعم، هذا الحديث فيه أنه إذا جاء من يؤخر الصلاة عن وقتها فإن الواجب أن الإنسان يصليها في وقتها ثم يصليها مرة ثانية مع الأمراء لأجل جمع الكلمة وعدم الاختلاف، وتكون الثانية نافلة، التي يصليها مع الأمراء تكون نافلة، والتي صلاها في وقتها تكون هي الفريضة. هذا فيه دليل على جمع الكلمة وعدم الاختلاف على ولاة الأمور. نعم. وروى مسلم أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. كان صلى الله عليه وسلم يقعد في مصلاه الذي صلى فيه صلاة الفجر يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، فهذا فيه دليل على المكث في المسجد أو في المكان الذي صلى فيه إذا لم يكن في مسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف. نعم. وعن أنس مرفوعا: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. نعم، وهذا فيه دليل على أن من نسي صلاة أو نام عنها في وقتها، نسيها حتى خرج وقتها أو نام عنها حتى خرج وقتها، في كلا الحالتين يصلي إذا استيقظ من نومه وإذا ذكرها من نسيانه، ويكون هذا وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا دليل على أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير نسيان ومن غير نوم فإنها لا تقبل منه. نعم. هل المراد أحسن الله إليكم بقول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، لإقامة ذكري أم لذكر الصلاة أقمها؟ يشمل الأمر، يشمل لذكري يعني إذا ذكرتها من النسيان، ويشمل أنه يريد الصلاة ذكر لله عز وجل لأجل ذكري. نعم، وهذا قاله الله لموسى عليه السلام
أقم الصلاة لذكري، وسنة الأنبياء واحدة عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر وفي آخره: ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. نعم، كانوا سائرين في أول الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ثم إنهم نزلوا في آخر الليل ليستريحوا، وأمر بلالا أن يرصد لهم الصبح، ثم إن بلالا رضي الله عنه أدركه النوم فنام معهم ولم يوقظهم إلا حر الشمس. فلما استيقظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينتقلوا من هذا الوادي الذي أخذهم النوم فيه، وقال إنه حضرنا فيه الشيطان، إلى أن انتقلوا من هذا الوادي إلى واد آخر أو مكان آخر. فبعدما طلعت الشمس قضهم حر الشمس في مكانهم، فلما انتقلوا إلى مكان آخر أما صلى صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر، وصلوا راتبة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر وجهر بالقراءة كما كان يجهر بها في وقتها. هذا الدليل على أن صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة ولو صلاها في النهار لنوم أو نسيان، يجهر بها ولو صلاها في النهار. نعم. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالانتقال من الوادي أو من المكان مشروعية الانتقال من فتة الصلاة في مكان يغير الغرفة أو مكان نومه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أدرك ذلك، أما نحن ما ندرك هذا الشيء، ما ندرك هذا الشيء، الله أعلم. لكن نعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ننتقل من المكان هذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تفضل به من الشرح والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.